بداية هي مش بداية مننا احنا هي بداية من كل جمهور النادي الاهلي اللي قدم الاسبوع اللي فات رسالة للاعب تدل ان جمهور النادي الاهلي قادر على الفرس يمكن لما تيجي تقف عند اسم وليد سليمان هتقف للحظات كده وتفكر مش ابدا عشان انت مش لاقي كلام لا ده عشان في وليد سليمان هتقول ايه ولا ايه ولا ايه هتقول وليد سليمان الطفل اللي كان لابس تيشرت النادي الاهلي وده حلمه من البدايه هو شايف نفسه هنا هو شايف نفسه ان ده المكان اللي هو بيحلم بيه هتقول وليد سليمان اللي السنوات بعدته عن النادي الاهلي وظل النادي الاهلي حلمه اللي بيقاتل عليه يدخل مستشفى يتعب ينهار نفسيا عشان خاطر نفسه يروح النادي الاهلي وفي يوم من الايام بيتحقق حلمه وليد سليمان بيتواجد داخل النادي الاهلي ومن يوم ما تواجد وليد سليمان وقصه مختلفه وليد سليمان اللاعب اللي عمره على مدار تواجده مساوم من النادي الاهلي في مره وليد سليمان اللاعب اللي في قصته مع النادي الاهلي طول الوقت هو بجد من المخلصين طول الوقت وليد سليمان مش قصته القاب بس لأنه وليد سليمان حقق القاب وكتير جدا حققوا القاب انما وليد سليمان قصته فكره وانتماء ورسالة طول الوقت وليد سليمان رسالة وليد سليمان اللي في وقت من الأوقات كان مع مارتن يول خارج التشكيلة الرئيسية بل في أحد المرات كان خارج التقسيمة تماما مارتن يول قال له أنت عندي رقم ثلاثة في مركزك وأنا مش محتاجك في الوقت ده كان بيعمل إيه وليد سليمان كان بيدي درس للجميع كل مرة موجود في التدريب بيقاتل عشان تمر الأيام ويجيبوا مارتن يول قدام اللاعبين بالكامل ويعتذر لوليد سليمان ويقول له أنت قائد وأنت لاعب فعلا محترف وليد سليمان اللي مع جريده كان مساهم في لقطة عظيمة جدا في لقطة الكونفدرالية وجريده بيظل يذكر أنه من أفضل اللاعبين اللي دربهم في مسيرته كارتيرون و2018 وتلاقي وليد سليمان 10 اهداف بيساهم فيهم وبتخسر المباراه في النهائي وكان نفسي نتوج بالبطوله دي لان وليد سليمان كان يستحق في وقت كان شايل فيه النادي الاهلي حرفيا قصه مش كده وبس يمكن كتير جدا تقول ان طبيعي مسيرتهم كانت مع الاهلي عظيمه بس لازم تسال نفسك سؤال هم تعرضوا للحظه اختبار ايوه ده السؤال اتحطوا في موقف تقدر تميز بيه ان الانتماء ده فعلا فضلوه على حاجات كتير قوي في ناس فضلنا فاكرين ان انتمائهم حقيقي ولما جه الاختبار سقطوا سقوط مروع انما وليد سليمان لا وليد سليمان في الوقت اللي حواليك ناس كتير باعوا وخرجوا من النادي الاهلي كان بيحاول استخدامه البعض انه يضرب النادي الاهلي في مقتل بخروج وليد سليمان ولكن ابى وليد سليمان الا ان هو لازم يكون موجود داخل النادي الاهلي كل دي رسائل اداها وليد سليمان ولقطات لا يمكن ننساها، بس الرساله الاهم انك لما تكون منتمي وتزرع انتمائك بجد هتلاقي جمهور النادي الاهلي بتحصد منه كل المحبه، فكل المحبه لوليد سليمان اللي نتمنى نشوفه في النادي الاهلي في اي مكان يليق بامكانياته وهي متنوعه، لان اللي زي وليد سليمان هو اللي تامن مستقبل الاهلي وهو في ايدهم، لان لو ما امنتش على مستقبل الاهلي مع المخلصين هتأمن عليه مع مين؟ وليد سليمان اللي اختار الاختيار الأصح، ليه الاختيار الأصح؟ لأن كل واحد بيختار تبعاً لرغباته، تبعاً لميوله، تبعاً لانتمائه، تبعاً لأهدافه من الحياة. وليد سليمان اللي طلع إن قال أنا مش أهدافي على الفلوس، سهل جداً تصنع فلوس، لكن الصعب جداً تصنع تاريخ. ويا له من تاريخ يا وليد، تاريخ خلى جماهير النادي الأهلي الساعة 4:30 في وقت في الحرب، شهر أغسطس مباراه او دوري انتهى بالنسبه للنادي الاهلي اكلينيكيا فأسوأ ترتيب ليه من حوالي 38 سنه مركز ثالث جماهير النادي الاهلي في حاله من يعني فقدان الشغف للمباريات الاخيره للنادي الاهلي بتلعب بمجموعه من الشباب ومطعمه بمجموعه من العائدين من الاصابه ولكن جماهير النادي الاهلي بتاخد الرساله دي خلونا الرساله دي وتقول لجماهير لوليد سليمان عهدناك رجلا هي دي النقطه المهمه جدا انت كان بس فقط لغير اللي بتقدمه للنادي الاهلي هو الانتماء اه شيء عظيم جدا ان انت تكون شخص منتمي وتكون لاعب بدرجه مشجع لكن وليد سليمان ما بداش او ما توقفش عند ده لا ده دي كانت البدايه ده الاساس اللي وليد سليمان بنى عليه تاريخه كلاعب كره قدم عشان كده قدر وليد سليمان يصنع تاريخ من المجد مع النادي الاهلي وظل دائما وسيظل في قلب عاشق كل للنادي الاهلي في كل جماهير النادي الاهلي عشقه وليد سليمان وليد سليمان اللي بالنسبه لي فيه اهداف ما ينفعش تنساها ابدا اهدافه في مرمى الترجي في 2012 وبيحسم لك بطوله كانت يعني. من اهم بل اهم بطوله افريقيه من وجهه نظري عند جماهير النادي الاهلي لانها كانت بطوله مخلصين فوليد سليمان يكون هو عنوان الاخلاص ويسجل الهدف اللي هو بيحسم البطوله تماما وبيبعدنا بعيد بالبطوله لان مباراه الذهاب كانت تعادل واحد واحد وليد سليمان لما تيجي تشوف اسيست وافضل اسيست اتعمل في مباراه القمه هتلاقي وليد سليمان بيصارع السليه على افضل اسيست في مباراه 4-2 لما لعب الاسيست اللي على الطاير بكعب رجليه لمحمد ابو تريكا في مباراه 4-2 في دوري ابطال افريقيا، فوليد سليمان مش بس انتماء عشان في ناس كتير بتستند على انها انتماء ثم ما بتقدمش شيء، وبتعتمد على انها الانتماء ثم ما بتقدمش شيء، انا ضحيت من اجل النادي الاهلي. اللاعب للنادي الاهلي مش تضحيه اللاعب للنادي الاهلي بالتاكيد شرف اه ممكن تضحي ببعض المقابل المادي ولكن بتاخد قصاده عش جماهير النادي الاهلي عشان كده جماهير النادي الاهلي كانت في الموعد كانت متواجده في موسم صعب بتقول لوليد سليمان شكرا انت في القلب انت اللاعب اللي احنا بنسعى او من اجله ان احنا محتاجين تكون متواجد داخل النادي الاهلي انت اللاعب اللي ضربت مثال في وقت ناس كتير خدت الطيار المختلف عشان كده تكريم وليد سليمان هو مش تكريم لشخص وليد سليمان، أنا أتمنى وده أنا واثق فيه تمامًا من مجلس إدارة النادي الأهلي إنه هضع وليد سليمان في المكانة التي يستحقها ويكون أحد كوادر النادي الأهلي لأن وليد سليمان جاء في توقيت بيقول إن الإنتماء لسه موجود لما كل الناس طلعت حوالين منك تتكلم وطول هو ده الإحتراف ودي طبيعه الاحتراف ولو عايز اللاعب ده حط له الرقم ده او حط له الرقم ده ومفيش حاجه اسمها فئات ومفيش حاجه اسمها فئه اولى وفئه ثانيه وفئه ثالثه ده لعيب دولي ده لعيب لازم ياخد المقابل ده فكان وليد سليمان عكس الطيار تماما بيقول لا لسه الانتماء موجود وموجود مع كمان الرصيد اللي صنعته كلاعب كره قدم عشان كده في وقت الازمات لما كان بيصدر بعض الاشاعات عن لاعبين كبار بينتقلوا الانديه مقابل المال او الطموح المالي كان جماهير النادي الاهلي حتى وهي بتهزر بتعتمد على ان طالما وليد سليمان موجود بتيشيرت النادي الاهلي فما تقلقش على اي حد وليد سليمان بيعلق حذائه عشان يدينا لحظه خوف وقلق لان وليد سليمان اخر اخر جيل العظماء في النادي الاهلي اتمنى في النادي الاهلي اللي ما بيقفش على اي لاعب يخوض ياخدوا لعيبه النادي الاهلي وليد سليمان قدوه عشان يجي في وقت من الاوقات وقت اللاعب ده ما يعلق حذائه تكون جماهير النادي الاهلي متعلقه بيه شكرا وليد سليمان من القلب شكرا ان انت جيت في توقيت صعب جدا قلت ان الانتماء سيظل دائما موجود وان الاختيار الاصح سيظل دائما النادي الاهلي كان جمهور النادي الاهلي عظيم لما قال اللي باع واللي خان عندنا الحاوي وليد سليمان وشتان ما بين الاثنين وليد سليمان مسيره عظيمه فعلا 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 اقل حاجه قدمناها له ان احنا نقول الكلام ده في حقه لان هو يستحق ولكن كمان من كلامنا ده هنروح لحته مهمه جدا فكره ابناء النادي الاهلي يا جماعه وليد سليمان اللي الجمهور بيعمل كده في دوري خلص ومحسوم وانتهى وبيروح وعارف ان النجم مش موجود في الملعب على فكره دي المفارقه كمان ويروح بالشكل ده ويحاول يوثق اللحظه دي. هو سليمان ده مش ابن من ابناء النادي الاهلي؟ لا طبعا. ودي الفكره، النادي الاهلي يا جماعه مش ورث، يعني النادي الاهلي ليس ميراث بيكون ابناءه فلان وفلان وفلان، هي حكايتك مع النادي الاهلي قصه طول الوقت، هي شيء بتقدمه وشيء بتاخد في مقابله، هي دي قصتك مع النادي الاهلي، هو النادي الاهلي مش تاركه بتتقاسمها الناس خالص، النادي الاهلي عطاء وكم من اللاعبين الاف جم لعبوا في ناشئين النادي الاهلي ورحلوا هل هم يجوا دلوقتي يقولوا أصلحنا احنا ابناء النادي الاهلي لا ابن النادي الاهلي هو من قدم للنادي الاهلي ايا كان ولو ثانيه ولو دقيقه وفي المقابل جمهور النادي الاهلي بيمنحه طول ما علاقته مع النادي الاهلي بالشكل ده ده الشيء اللي اتكلم عنه كابتن رضا شحاته في لقاء مع كابتن احمد شوبير تعالوا نسمع قالوا ايه لان هو بيجسد كل اللي احنا قلناه على مدار الانترو قلت <applause> <applause> كالتالي يعني كنت بتكلم في 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 لقاء تلفزيوني <applause> ان انا بتكلم على جزئيه ان ان النادي الاهلي انا ابن من ابناء النادي الاهلي بلاش ابنه لعبه الاسد دي, دي ابن ناس من ناس كتير. كل من لعب في النادي الاهلي وكل من ساهم في مباراه او في بطوله او في صناعه تاريخ باي حال من الاحوال هو ابن من ابناء النادي الاهل يعني يعني. الابن مش لازم يكون اه في ناس مثلا لعبت سنوات طويله طبعا. وحسام عمل تاريخ وابراهيم عمل تاريخ وانا افخر ان انا عملت تاريخ وكابتن خطيب وكابتن مجدي عبد الغني وكباتن كتيره جدا لكن في ناس لعبت في ثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين وست سنين صنعت تاريخ رائع داخل النادي الاهلي او على الاقل اللي كان عندها نوع من الانتماء والولاء والحب فبالتاكيد انت ابن من ابناء النادي الاهلي هذا كلامي يعني. انا يا كابتن قبل ما ابقى ابن من ابناء النادي نعم الاهلي انا مشجع نعم. النادي الاهلي انا ووالدي الله يرحمه نعم مشجع النادي الاهلي نعم يعني احنا الابن دي انا يعني انا مش فاهم يعني هو السؤال بس احنا جمهور النادي الاهلي ده مش ابناء النادي الاهلي طبعا هو طبعاً دخل النادي طبعا لا لا مش دخلوش النادي صح كده ولكن هم رقم واحد نعم وهم اللي الداعم ليه؟ يعني هم ابناء النادي الاهلي الاول مم. قبل اي حد دخل النادي الاهلي نعم وعمل اسم في النادي الاهلي الجمهور مم. اهم هو يكفي بس والهدف الاول رضا شحاته واحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ده يخليك ابن للنادي الاهلي ولكن فيما بعد الملعب هو ده وعجبني مفهوم طبعا كابتن شوبير قال له لا ابن من ابناء النادي الاهلي واتكلم في المفهوم اللي احنا بنقوله لكم على مدار الحلقه ان فكره الابن مش مش ان انا كنت ناشئ ومشيت فكره علاقتك بالنادي الاهلي هي دي اللي بتخليك فعلا ابن من ابناء النادي الاهلي لان ابن من ابناء النادي الاهلي هي انك تبر النادي الاهلي بما ان انت بتتحدث على البنوه فتعتبره بما انه هو كيان اعتباري لا يبقى ان انت تبر بالنادي الاهلي تبر النادي الاهلي ازاي بعلاقتك بيه بان انت تكون واقف في صفه ومش واقف في صفه ان انت تنصفه في الغلط لا بس على الاقل تكون موجود جنبه في الازمات، وانا هنا بحي كابتن رضا حتى جدا على مفهوم قاله وهو ان جماهير النادي الاهلي هم مش ابناء للنادي الاهلي، يعني يمكن مفهوم بالنسبه لي انا شخصيا ما سمعتوش كتير، ولكن مفهوم عظيم ومختلف لان فعلا بما ان احنا بنقول المقياس هو وقوفك في صف النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي، يبقى مين اولى بالنادي الاهلي بيه انه يكون ابنه زي جماهيره؟ فواضح الفكره عايز تبقى ابن النادي الاهلي بجد فانت رصيدك اللي بتكتبه مع النادي الاهلي هو ايه؟ هو الجماهير والمشجع تحديدا هو علاقه متداخله شويه، هو ممكن يكون ابن النادي الاهلي وابو الكيان نفسه لان الكيان يعني اسس بناء عن عن طريق اشخاص وجماهير النادي الاهلي هي رقم واحد في الكيان، فهي للامانه تمتلك النادي الاهلي ومسمى النادي الاهلي. الكابتن رضا شحاته احد ابناء النادي الاهلي المخلصين وجماهير النادي الاهلي من وجهه نظري هي اللي بتمنح صك مين ابن النادي الاهلي الشرعي ومين ابن النادي الاهلي الضال، مش كل لاعب هيطلع يقول على نفسه انا الابن الشرعي للنادي الاهلي فهو الابن الشرعي، لا مواقفك كانت ايه؟ دخلت النادي كام سنه عملت ايه في النادي ده؟ بعد ما خرجت من النادي كان ايه اللي انت بتقوله عن النادي ده؟ ايه وقت الازمات بتكون موقفك فين لما بيكون في خندقين خندق فيه النادي الاهلي وخندق فيه طرف واضح جدا ان هو ضد النادي الاهلي وربما اسس ضد النادي الاهلي فبتكون الخندقك فين بتختار النادي الاهلي ولا بتختار نادي اخر هي القصه كلها قصه اختبار للانتماء زي ما اللاعب بيتم اختباره انتماء بعروض بتجيله من انديه اخرى بمقابل مالي اعلى وبيختار النادي اللي هو فيه بمقابل مالي اقل بالتاكيد اه مقابل مالي كبير ولكن هو اقل من اللي جاله ده نوع من انواع الانتماء ده نوع من انواع ان انا ابن النادي ده ابن الكيان ده مستقبلي هنا في النادي ده حتى بعد ما اعتزل كلاعب طيب الكباتن بقى اللي بيطلعوا يقولوا على نفسهم ابناء النادي الاهلي بيشوفوا موقفهم تجاه النادي الاهلي بيشوفوا اللي بيعملوه مع النادي الاهلي والنقطه الاهم واللي خلاص جماهير النادي الاهلي وعيت ليها تماما الا وهي كان الاول مفهوم ابن النادي اللي بيتربى في قطاع الناشئين في النادي حاليا بعد ما شفنا ابناء من قطاع الناشئين مواقفهم كانت مغزيه مع النادي الاهلي في قضايا النادي الاهلي العادله انا مش عايز ان انت تدافع عن قضيه خسرانه للنادي الاهلي بالتاكيد في مواقف من النادي الاهلي بتكون المواقف ضعيفه لا انا عايزك في المواقف والقضايا العادله تكون مع النادي الاهلي بتكون مع النادي الاهلي لا بتكون انت دايما ضد النادي الاهلي وبتاخد الخندق اللي ما النادي الاهلي طيب لاعب بيأكد ان القصه مش قصه قطاع ناشئين لاعب بيأكد ان القصه قصه انتماء قصه عطاء قصه مفهوم لاعب بدرجه مشجع زي مواليد سليمان ربنا يبارك في عمره بدرجه مشجع لاعب سيظل دائما وابدا في وجدان جماهير النادي الاهلي وعمرنا عمرنا زي ما انت ما خزلتش النادي الاهلي ابدا اننا نغزلك او ننسى نحيي ذكراك السادسة عشر محمد عبد الوهاب أحد الأبناء المخلصين نطلع نشوف الفيديو أحد الأبناء المخلصين لله نطلع نشوف الفيديو محمد عبد الوهاب بيتكلم كان نفسي ابقى مع النادي الاهلي وكان نفسي العب الماتشات الموجوده وكان نفسي الحق ماتش الصفاقس اللي النادي الاهلي هيلعبه في بطوله افريقيا دي حاجات حتى هتأثر فيها بدنيا يعني رغم ان انا بتمرن كويس لكن برضو دي حاجات هتأثر بعد كده فبس طبعا انا مش بايدي حاجه يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك انا كان نفسي الموضوع يتحل من بدري آه. عشان انا ابقى مرتاح وعدت النادي الاهلي ان انا ابقى موجود انت خلاص ف... وعد على هو مصمم والوعد وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي لان آه. دي مساله مستحيله كلام جميل انما ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها لان بلد. النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها والمساله المستحيله ان احنا نخلف وعدنا معاك يا محمد عبد الوهاب الف رحمه ونور عليك سنظل دائما مفت... متذكرينك بكل خير نموذج للانتماء نموذج للعطاء عمر صغير مع النادي الاهلي لكن هتعيش عليه عمر اجيال واجيال للنادي الاهلي فرساله لوالده محمد عبد الوهاب اوعي تحزني اكيد الحزن موجود في القلب ولكن تاكدي ان عمر جماهير النادي الاهلي ولا النادي الاهلي هيغزل ابدا محمد عبد الوهاب وطول الوقت هنفضل متذكرين محمد عبد الوهاب وطول الوقت هيفضل محمد عبد الوهاب في قلب كل اهلاوي لان محمد عبد الوهاب ادانا درس في الانتماء والاخلاص وده اللي افنى حياته او زي ما قلت بقى ده بيموت حب في النادي الاهلي ومات في النادي الاهلي فرحمه الله على محمد عبد الوهاب ايقونه يا اسامه ايقونه اجيال ما حضرتهوش اجيال في بعض الناس ما شافتهوش بتسال مين محمد عبد الوهاب اللي هذه الحاله من الرسائل الجمعي اللي بيكون حاصل في كل مناسبه آه لوفاته هو محمد عبد الوهاب اللي قدم كتير جدا كنموذج ان انت لما تختار النادي الاهلي وتختار جمهور النادي الاهلي عمر جمهور النادي الاهلي ما هيسيبك حيا او ميتا وعشان كده كمان عمرو فهمي كانت آه ذكرى ميلاده وده نفس المفهوم ابناء النادي الاهلي عمرو فهمي ما البس تيشيرت النادي الاهلي ولكن عمرو فهمي من ابناء النادي الاهلي اللي جمهور النادي الاهلي بيدي بيهم المثال في كل مره ان ده جمهور النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي لما يتحول لمسؤول وده عقليه النادي الاهلي واللي توارثته من مبادئ النادي الاهلي لان والده رمز اهلاوي كبير، شوف التركيبه مشجع ومسؤول خارج النادي الاهلي وعارف يعني ايه ادبيات النادي الاهلي فبالتالي رحم الله ايضا عمرو فهمي ودي رساله ان ابن النادي الاهلي ممكن يكون اصلا ما لعبش فيه وده اللي احنا بنقوله لكم. ولكن عندنا برضو فكره في نفس السياق بما ان البعض من ابناء النادي الاهلي ليس على هذه الجبهه اللي احنا بنكلمكم فيها. بنصحى فجاه نلاقي ربطة اللاعبين المحترفين الدوليه بتطلع بيان بتتكلم عبد الله السعيد بتدمروا مسيرته توقفوا عن ايذاء هذا اللاعب انا اتخضيت وكان فجاه في ربطة طلعت مخصوص عشان هذا الامر تتكلم. طيب ماذا عن لاعبين كتير جدا داخل النادي الاهلي تعرضوا لاساءة وتجاوزات وتهديد واتهامات اين كانت هذه الرابطة؟ كنتوا فين؟ سؤال كمان لاعب زي حسين الشحات اللي تعرض لتنمر زي كهربا كل ده كنت فين؟ كنتوا فين بهذا الحس المرهف؟ وعلى فكرة ما عنديش مشكلة انت رابطة دولية ايا كانت مكوناتك تطلع تشوف إن في كلام حاصل أو في قضية تخص لاعب لجأ لك ليها فتأخذ منحة قانوني وتشوف دورك فيها توكل محامي تتحرك قانونيا كل ده شأن يخصك. إنما يستوقفني جملة غير مفهومة بالنسبة لي بالمرة وعلى طريقة إن الناس بتتملى تقول إيه. لما يجي يتقال وقال روي فيرمر المدير القانوني للفيف برو قال إيه بقى؟ نشعر بالفزع من سلوك النادي الأهلي. يا عيني الذي يستمر في جعل حياة اللاعب عبد الله السعيد يعني كابوسا حيا لأن مسؤوليه مستاؤون من لعبه لمنافسهم الآن الجملة دي يا جماعة أنا على تاريخ متابعتي لأي جهة دولية رياضية ما شفتهاش في حياتي أنت حقك تتكلم في القضية وتتخذ منح قانوني أفهمه إنما تطلع تقول اصل انت دمرت حياه اللاعب عشان متضايق انه بيلعب للمنافس يا اخي ده لو المنافس هو اللي مطلع البيان مش هيقول كده. ايه اللي يعنيك انت كاي مؤسسه مفترض ان هي رياضيه بان انت تتعرض لان النادي الاهلي سبب قضيته مش الحفاظ على حقوقه. بصوا يا جماعه القضيه دي كان مين اطرافها؟ الاهلي عبد الله السعيد ونادي اهلي جده. ايه علاقه المنافس بالموضوع؟ ما انا عايز افهم ده الكلام ده يملى عليك عشان تطلع تقوله وببساطه النادي الاهلي ما بيستخدمش ضده فزعات ولا يهدد ولا يملى عليه كلام يعني ايه يملى عليه يعني ان حد يطلع يقول له بشكل واضح ان انت بتهدد حياه لاعب وتحولها لكابوس ده شأن ما لا يخص طب خلينا نتكلم بوضوح ان النقابه الدوليه للاعبين المحترفين دول جمعيه اللاعبين المحترفين اللي بيترأسها الكابتن مجد عبد الغني في مصر هي عضو في هذه النقابه وبالتالي لما يكون في كلام بالشكل ده فبالتاكيد الكلام ده سلك مسلك الجمعيه جمعيه اللاعبين المحترفين اللي بترأسها الكابتن مجدي ابو هتقولي هتقول لي محامي عبد الله السعيد طلع قال احنا اللي خدنا الطريق ده ورحنا للقصه دي، هقول لك الجمعيه دي نشرت البيان ده ونشرت التهديد الواضح ده او الازمه او الكلمتين اللي اتقالوا وكمان نضيف عليهم اللي هو قال فيهم كره القدم يجب ان تكون على اساس حريه حركه اللاعبين والمنافسه العادله بين الانديه ولا يوجد مكان للبنود غير التنافسيه وندعو الاهلي التوقف الفوري عن الدعاوي القانونيه ضد عبد الله سعيد مين حضرتك بقى عشان تدعو النادي الاهلي الكلام ده يعني مين حضرتك اولا عشان جماهير النادي الاهلي تطمن هذه النقابه هي دورها فقط لا غير تصدر هذه الوصايات ولكن النادي الاهلي بيسلك المسلك القانوني وحكم الـ الـ اللي صدر ضد عبد الله السعيد صدر من مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية وبالتالي النادي الأهلي عارف هو بيتحرك إزاي بشكل قانوني أما شغل الكيد اللي محطوط في البيان ده من وجهة نظري فهو واضح جدا إن هو صنع في مصر ببساطة شديدة جدا احنا بس بنعرضه عشان جماهير النادي الأهلي تطمئن القصة إنها دي مش جهة قضائية هي جهة فقط لغير عليها تصدر الوصايا من حقهم التام يدافعوا عن اللاعب ولكن دون الإقلال من شأن النادي الأهلي ولكن محكمة القضية دلوقتي بتنظر في المحكمة الدولية والرياضية وبالتالي عبد الله السعيد والنادي الأهلي مختصمين في المحكمة الرياضية في قانون هنا في مصر تبع المركز التسوية التحكيم وحكم صدر عبد الله السعيد عبد الله السعيد حاليا ملزم بتنفيذه النادي الاهلي لن يتراجع خطوه لان النادي الاهلي مسؤول مسؤوليه تامه ومباشره امام اعضاء الجمعيه العموميه في الحفاظ على حقوق النادي الاهلي هل ده معناه ان النادي الاهلي ضامن بنسبة 100% يكسب القضية، أنا مش رايح أصلا نتيجة القضية، أنا رايح أنت دورك تعمله إيه كنادي أهلي؟ هو دورك أنك تحاول تحافظ على حقوق النادي الأهلي قدر المستطاع لأعلى جهة ممكن تصل إليها وهي الفيفا، ولكن بعد ما تستنفذ كل الإجراءات القانونية داخل مصر، دي القضية ببساطة، مش عايزين جماهير النادي الأهلي تقلق، الموضوع بسيط جدا، والحاجات اللي هي صنعة في مصر دي مجرد كيد وما تاخدوش بالكم منها، ونشوفكم على خير بعد الفصل. ورجعنا لكم والاهلي خط احمر. قضيه بنتكلم فيها يعني للبعض اللي عايز يفهم. لو انت عايز تفهم هتسمع كلامنا وتركز فيه وما بنقولش كلام مرسل لان اسهل حاجه دلوقتي ممكن تتقال هي الكلام المرسل. فكره الرعاه والشعبيه دي حاجات مش وجهات نظر دي حاجات جرى العرف في العالم ان هو توصل لقواعد اساسيه فيها. بطولاتك، جماهيريتك واللي هي أيضا شعبيتك وعوائد قيمتك التسويقية وفكرة تفوق العنصر الفردي عندك حتى وقدرته على إنه يكون متميز عن غيره، دي حاجات كلها بتخلي الراعي يقدر يبص لك بتخلي الراعي يشوف فريق لو جيت بصيت بسهولة جدا مثلا على مدار بطولاته مثلا حتى في بطولة الدوري وهي البطولة المحلية تلاقيه ضعف المنافس بتسال الفريق ده يقدر يفيدني بايه؟ تلاقي الفريق ده بيسافر بطوله زي كاس العالم الانديه بيشارك فيها سبع مرات فبالتالي حتى بيعمل لي تسويقيا مش داخلية فاذا احنا عندنا عده عناصر هنتكلم معاكم فيها كده انا واسامه ونتناولها ببساطه عنصر عنصر اولهم عنصر الجمهور. عنصر الجمهور من اهم العناصر دي على مستوى الشعبيه. لو جينا نستعرض انت يا اسامه بتيجي تكلمني سهل جدا اي حد يقول لنا كلام مرسل. يجي يقول لك ايه خلاص معيار البطولات اتكلمنا فيه ده ارقام واضحه ما فيهاش مجال للاجتهاد ممكن حد يجي يقول لنا بس انا شعبيتي اكتر منك في جزيره تاهيتي وفي رواندا وفي الخليج حلو كلام حلو والله بس كلام مرسل ما هتكتشف مع الوقت انه مجرد كلام مرسل ليه لان لما تيجي تستعرض على وسائل التواصل الاجتماعي حجم متابعه النادي الاهلي هتيجي تلاقي ما يقرب من 33 مليون متابعه جمهوره على وسائل التواصل المختلفه. على الجانب الاخر 14 مليون للمنافس، اذا النادي الاهلي يتحدث عن اكثر من ضعف الشعبيه، يعني لو 100 واحد ما يقرب من 70 منهم على هذه المعادله بيشجعوا النادي الاهلي. ده كلام لما يجي حد يقول لي اصل انا جمهوري موجود اكتر في الخليج وجزيره تاهيتي وموجود في رواندا حاجه اقول لك ببساطه هو الجمهور ده مش بيتابع وسائل التواصل عندك يعني مش بيتابع صفحاتك ويا جماعه الترافيك ده لما يجي الناس اللي بتعمل ابحاث مهمه جدا عشان تقيم هيجي يبص للحاجات دي هو جمهورك جمهور الجمهور حتى على الجانب الافتراضي او على الجانب السوشيال ميديا موجود ولا اصلا ده ما بيتحاش في اي ارقام وهيقيم بده مش بالكلام المرسل اللي خسرك كتير لما تبدا تقارن ده معيار من ضمن المعايير بس عشان بس نكون امناء مع الناس ممكن ناس تقول لك ما اللي بيتابع على الفيسبوك هو اللي بيتابع على تويتر هو اللي بيتابع على الانستا هقول حتى لو خدنا معيار واحد اي معيار او اي بلاتفورم واحد هتلاقي الضعف يوم الزمالك يحقق متابعه كبيره يعني الفيسبوك الضعف تقريبا 15000 النادي الاهلي سبعه للزمالك تويتر 9 مليون الاهلي 5 زمالك، انستا ده موضوع ما فيهوش يعني مقارنه خالص، 8.8 مليون اهلي 1.8 مليون زمالك، ففعلا الاجمالي حر يعني خلينا نمشيها مجازا الاجمالي 33 مقابل 14 ناقص لنا 9 مليون يا جماعه احنا واخدين 42 و دوري، الزمالك محافظ على 14 مليون وعلى 14 دوري، فده مقياس واضح جدا للمعلن، والمعلن بالتاكيد بيبقى شايف ده، المعلن ما بيجيش بالحب والقرب المعلن ممكن يكون زملكاوي وبيختار النادي الاهلي ودي كتير طيب. جدا سمعناها من نجوم لنادي الزمالك ليه لان انا في النهايه انا عايز ابيع منتجي انا عايز اوصل للمستهلك مين المستهلك بيشجع بقى اهلي بيشجع زمالك بيشجع اتحاد بيشجع اي نادي انا بشوف المستهلك ده مشجع النادي الاهلي تعدادهم قد ايه مدى قوتهم على ارض الواقع قد ايه فجزء منها بيقيموا السوشيال ميديا ومتابعين السوشيال ميديا مش كده وبس النقطه الاهم كمان عشان البعض من آه اعلام نادي الزمالك وجماهير النادي المنافس بيطلعوا يتكلموا بشكل ان في احنا الاكثر فهما لكره القدم والله كل ده كل ده حتى لو يعني مجازا قلنا اوكي ممكن يكون ده وده مش حاصل هقول لا يعني المنتج في شيء المنتج في شيء لا يعني المعلن في شيء هو عايز في النهايه شريحه جماهيريه يقدر يوصلها باسرع طريقه وما اسرع من النادي الاهلي في مصر لو عايز تصل للشعب المصري من خلال منتج النادي الاهلي عليك بالنادي الاهلي وعشان كده هتلاقي ان الانتماء بره القصه دي رجال اعمال زملكاويه بيتمنوا بيتمنوا ان يكون المنتج بتاعهم على كتف النادي الاهلي او على الشورت بتاع النادي الاهلي لو بقى في مكان بقى عشان ان شاء الله الرعاه عندنا هيبقوا كتير إن شاء والاولويه للاهلاويه ولكن احنا اتكلمنا معاكم في ارقام فيما تخص وسائل التواصل عندنا جانب اخر يعني ممكن حد يقول لك اه على وسائل التواصل بس حضورنا الجماهيري على مدار التاريخ لا هقول لك حضورك الجماهيري على مدار التاريخ عندنا وقائع كتير جدا ارجع لكل الدربيات وشوف وهي المقياس اكتر جمهور ليك هيحضر في الدربي واكتر جمهور للأهل هيحضر في الدربي الكلام ده يا جماعه ما يزعلش حد احنا بنتكلم في وقائع وما يزعلناش اي حد بيتكلم فيه لان احنا عندنا من تاريخنا وعندنا من المعطيات اللي يخلينا نرد بسهوله جدا واحنا سايبين ايدينا عندنا في 2007 رئيس نادي الزمالك الاستاذ ممدوح عباس بيغلي التذاكر عشان يمنع جمهور النادي الاهلي ان هو يحضر لان في الوقت ده حضور جمهور النادي الاهلي كان لا يقارن. عندنا كتير من جمهور النادي الاهلي لما نيجي حتى نشوف المباريات اتلعبت خارجيا حتى السوبر اللي كان في الامارات وبتطلع اللجنه المنظمه تاكد مره واتنين ان تذاكر جماهير النادي الاهلي خلصت والسيستم ما فيهوش اي مشكله بس انت ادخل كمنافس احجز. وبرضه نيجي نشوف في الملعب فارق الحضور يعني جوه مصر بره مصر في رواندا في جزيرة تاهيتي هتلاقي النادي الاهلي هو طبيعي حضوره وجماهيريته طاغيه تعالى بقى ببساطه سيبك من كلامنا احنا احنا ناس اهلاويه يا سيدي منتمين وبنقول على النادي الاهلي الكلام اللي هو من مصلحه النادي الاهلي طب تعالى نسمع نجم نادي الزمالك كابتن بشير تبعي كان بيقول ايه عن حضور الجماهيري في الدربية زي ماتش ايه لا اعتقد ثلاث اربع ماتشات مع النادي الاهلي كنت بشوف جمهور اكتر امم اربع ماتشات ده ماتشاتي. كان ليه مبرر عندكم في ايه كان ليه مبرر ليه الجماهير ما بتروحش هل انتوا مثلا ما كنتوش عند ثقه الجماهير في الوقت ده لا آه دي حاجه هل كان بقى... ترتيب الدوري كان الدوري محسوم <applause> كان ترتيب الزمالك ما اقولك ما لكن... عمرنا ما لعبنا النادي الاهلي مثلا في الفتره اللي موجود فيها معلش وكان الدوري محسوم ولا حاجه لا آه. ماتش ماتشين زائد ان ان كمان الحاجه المهمه ان احنا كمان لما مثلا النادي الاهلي اللي كنا مثلا بنتقدم عليه كان جمهوره مثلا يعني صبرت للفرقه 90% في ظهرهم في لغايه ما يتعادلوا او الماتش يطلع يعني يعني كويس معاهم يعني آه. احنا لو كان بيدخل فينا جول في الاول لا الجمهور ما كانش بيبقى انت انت يعني. عارف انت بتقول ايه طبعا يعني, مدرك انت بتقول ايه يعني كلام خطير انا بقول غلط لا انا بقول اللي بيحصل انت كلام خطير لا انا كنت بقول اللي بيحصل اه انا يعني كنت بقول اللي بيحصل انت كده بتقول ان جمهور الزمالك ما كانش بيقف ورا فرقته لا طب طبيعي اه لما كنا كان بيدخل فينا جول او حاجه زي كده خلاص من الزمالك او من الاهلي او من اي فرقه اعتقد الكلام واضح والراعي اكيد بيفكر بنفس المنطق مهيب عبد الهادي بيقول لي بشير التبعي انت عارف انت بتقول ايه لما تتكلم عن فارق جماهيريه لصالح النادي الاهلي في المباريات وتتكلم عن فارق سيكولوجية النادي الأهلي وجمهوره جوه المباريات إزاي بيشد فرقته حتى لو أنت بتتقدم طب مهيب حاول يلاقي له مخرج قال له يمكن أنتوا عشان في الفترة دي كان النادي الأهلي متفوق عليك وقال له لا ده فترة احنا كنا بنكسب النادي الأهلي والنادي الأهلي بيكسبنا بل كنا أحيانا كتير بنبقى متقدمين طب التاريخ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول إن الرواية دي صح سيبك من الافتراضات بقى تاريخ بيقول ان الجوله الاخيره في موسم 2003 الاهلي وانبي والزمالك والاسماعيلي، النادي الاهلي جمهوره بالكامل واثق في فريقه حتى لو خسر الدوري في المباراه دي لان ده وارد بس ثقافه الجمهور ايه؟ انا مع الفريق لحد اخر نفس. نادي الزمالك بيفوز على النادي الاسماعيلي وبيتوج بالدوري وسط مدرجات خاويه واللعيبه بتقول يا ريت الجمهور كان يبقى واثق فينا ويحضر. هو ده انعكاس فكرة مش بس البطولات فكرة فارق الجماهيرية والشعبية ومش على لساننا على لسان نجوم نادي الزمالك في الموسم ده بالمناسبة نقطة التحول في الموسم دوري اللي بيسموه دوري سيد عبد النعيم هو فوز الزمالك 3-1 على النادي الأهلي في هذا الموسم لكن الكلام ده ممكن البعض يقول لك أصل كان ابن الكابتن بشير التابع بيلعب في أحد الأندية كان بيلعب في النادي الأهلي في الناشئين فممكن يكون في حالة ود شوية مع النادي الأهلي طب نروح لشخص آخر عمره ما كان في حاله ود خالص مع النادي الاهلي وهو الكابتن محمد صبري نشوف قال ايه ونرجع نعق كان النادي الاهلي دايما بيحب ينزل الثاني دي بتعمل ايه ان وهو نازل احنا كنا بنبقى في الاحماء بقى اه وهو نازل وجمهوره بيردوا وجوه الاستاد فدي برضو كانت ممكن تعمل مشكله لبعض اللعيبه وهو بيعمل الاحماء بتاعه وارد انه ممكن يقع منك لعيب او اتنين يتخض طبعا اه طبعا من صوت الجماهير طبعا ده. طبعا آه. الموضوع صعب 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 آه. لحد بدايه المباراه فتستنى تعمل العكس فانا كنت دايما قلت لا احنا مش أنا ما مش هننزل غير لما النادي الاهلي ينزل محمد صبري بيتكلم في نقطه مهمه جدا الا وهي كمان قوه جماهير النادي الاهلي في وجود جماهير نادي الزمالك انها بترج الملعب فممكن توقع لعيبه نادي الزمالك من ضغط قوه جماهير النادي الاهلي هي دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها ليه حاليا النادي الاهلي اكتر فريق متضرر من غياب الجماهير عن كامل يعني كامل المدرج عن الاستاد هي دي المشكله احنا فعلا اكتر فريق بيتضرر من غياب جماهير النادي الاهلي ونرجو ان العدد المسموح به يتزايد ونرجو من جماهير النادي الاهلي تحضر بمنتهى القوه لان انتم فعلا العامل رقم واحد في تحقيق البطولات ولكن نرجع لكابتن محمد صبري وبيتكلم عن رجه الاستاد في لاعب اخر بقى ما كانش بيحب ينزل تاني يعني محمد صبري قال لك هنلاقي ان لعيبه النادي الاهلي تنزل نسمع رجه الاستاد دي واحنا جوه في اوضه اللبس وبعد كده نبقى ننزل براحتنا عشان نبقى في عندنا بعض الثقه وده اللي اتكلم فيه ميدو لما كان مدير فني النادي الزمالك وقال في مشكله نفسيه عند لعيب الزمالك من مواجهه النادي الاهلي في وجود جماهيره فدي كانت نقطه مهمه جدا اتكلم فيها لاعب اخر كان على عكس محمد صبري وهو شيكابالا نجم نادي الزمالك من واحد كان بيحضر في المدرج شيكابالا كان بيعمل الحركه اللي هي كانت بتستفز جماهير النادي الاهلي اي لاعب بينزل سواء من الاهلي او من الزمالك المفترض ان جماهيره بتنده عليه شيكابالا الوحيد من لاعبي نادي الزمالك اللي كان بينزل يفتح سبرنت في اتجاه الثالثه شمال الناس اللي حضرت المدرج عارفه الكلام ده كويس قوي في كل مباريات القمه ليه عشان ياخد شحنه الغضب من وجهه نظره جماهير النادي الاهلي فيبدا يركز في الملعب الحقيقه شيكابالا ما ركزش الا بعد ما المدرجات فضيت والحقيقه عمل ارقام مؤخرا كانش هيقدر يعملها لو كان المدرجات دي لسه موجوده وفيها جماهير النادي الاهلي دي قناعات الشخصيه هو لاعب كبير جدا ولكن كان دايما وابدا بيستفز جماهير النادي الاهلي فجماهير النادي الاهلي لما تكون رد فعل شيكابالا والاساءات اللي كان بيعملها شيكابالا مع جماهير نادي الزمالك بعد اي مباريات الناس كانت بتطلع تتهم جماهير النادي الاهلي بالعنصريه انتوا بتتعاملوا مع شيكابالا عشان نجم الفريق وعشان عنصريه هنا مثال امبارح تحديدا حصل احمد سيد زيزو كان ضيف الاستاذ عمرو اديب واحمد سيد زيزو هداف الدوري المصري برقم 19 هدف، اكتر لاعب صنع اهداف، افضل لاعب في مصر حاليا من وجهه نظر النقاد الرياضيين. جاء احمد سيد زيزو طلع اتكلم كلام مختلف، شيكابالا لما كان مع الاستاذ عمرو اديب قال ايه؟ هيدوسوا علينا يا استاذ عمرو، اتكلم بنظريه فيها مؤامره بحته. احمد سيد زيزو بعقليه مختلفه قال ايه قال ما اقدرش اقول ان احنا خدنا الدوري عشان الفار ولا اقدر اشكك في 42 دوري خدهم النادي الاهلي عشان ما كانش موجود الفار النادي الاهلي خد ال 42 دوري عشان كان الافضل واحنا خدنا الدوري ده عشان كنا الافضل ده من وجهه نظر احمد سيد زيزو لكن مش دي المشكله المشكله ان انت ما لقيتش هجوم من جماهير النادي الاهلي على احمد سيد زيزو على مدار الموسم الماضي احمد سيد زيزو كان بيلقى اشاده من جماهير النادي الاهلي واحنا في تنافس وكنا بنقول يا جماعه انتوا بتدعموا لاعب منافس؟ انتوا بتدعموا لاعب المنافس بتعلوا من ثقته بنفسه؟ كان بيحصل من جماهير النادي الاهلي، اذا جماهير النادي الاهلي مشكلتها مع شيكابالا عمرها ما كانت تميز ولا لعيب نجم، شيكابالا ما فيش موسم الزمالك خد فيه الدوري عمل عشر ارقام احمد سيد زيزو بتكلم بجد عشر ارقام، يعني زيزو لما تقول 19 هدف و13 جول انت بتتكلم في 32، العشر ده ثلاثه ثلاث اهداف مثلا شيكابالا أربع أهداف أو ثلاث أهداف في أربع دوريات خدها، ما سجلش عشر الأرقام دي، ممكن يكون ساهم في أهداف، لكن ما سجلش أبدًا الأرقام اللي سجلها أحمد سيد زيزو، ومع ذلك جميل النادي الأهلي بتتعامل معاه بشكل فيه ترحاب شديد جدًا، ومفيش أي نوع من أنواع إن فيه عنصرية أو تنمر زي ما بيتقال على شيكابالا، مش كده وبس، لون البشرة الكابتن محمد عبد الشافي نفس اللون، كان عندنا بيتسو موسيماني نفس اللون، وكابتن محمد عبد الشافي بيلقى باحترام وقبول شديد جدا من جماهير النادي الاهلي، فدي نقطة كانت مهمة جدا عشان بس البعض اللي بيتهم جماهير النادي الاهلي، لا جماهير النادي الاهلي مشكلتها مع لاعب نادي الزمالك واسطورة نادي الزمالك من وجهة نظرهم شيكابالا هي سلوكيات وليس على الاطلاق مهارات فنية او ارقام بتتحقق على ارض الواقع، دي بس النقطة اللي كان شيكابالا مختلف فيها مع محمد صبري ولكن دائما وابدا جماهير النادي الاهلي بشهادة لاعبي نادي الزمالك كانت في المدرج لها عامل السحب ولها مفعول السحر وتالق شيكابالا الفتره الاخيره وتسجيله بعض الاهداف في مباراه القمه انا من وجهه نظري برجعها لحاجتين عشان اكون امين خبرات شيكابالا المتراكمه وغياب جماهير النادي الاهلي عن دعم فريقها بسبب القرارات اللي نتمنى انها تتغير من ربط الانديه مع الموسم القادم ان شاء الله. اعتقد زيزو لاعب بيحاول يحافظ على نفسه على الجانب الاخر الجمهور أيا كان الإساءة لأي حد ده بيكون مرفوض بس كمان لازم نكون عارفين إن الإساءة في حق الجمهور دايما بتكون نقيصة أكبر لأن أنت كفرد تقدر تتحكم في سلوكك كفرد إنما كمجموع بيكون الأمر أصعب عشان كده دايما بنتكلم في النقطة دي ولكن نرجع بقى لقصتنا الرئيسية تمنى تكونوا لسه فاكرينها لا معانا لأن الزيزو هيدخلنا المدخل أنت إزاي بتصنع شعبية وهي فكرة اللاعبين المؤثرين اللاعبين المؤثرين ايه علاقتهم بفكره الرعايه وايه علاقتهم بفكره التاثير وايه علاقتهم بفكره البطوله كتير جدا جدا من الجمهور اللي اتعلق بلاعب كتير جدا من الجمهور اللي اتعلق بلاعب انا بشوف في العالم كله تسويقيا انت بتيجي اللاعب ده حاجه تسويقيه بتشوفه بيعمل اعلانات بيعمل دعايه ليه مش عشان بس هو نادي متفوق عشان هو كمان قدر يصنع تفوق فردي على الجانب الاخر لما بنيجي بقى نقيس في قصه الرعايه تعال شوف النادي الاهلي على مدار اخر 20 سنه تعال شوف في افريقيا تعال شوف المنتخب وهو بيحقق بطولات من 2006 ل 2010 الاهلي وهو بيحقق بطولات من 2006 ل 2010 المنتخب تعال شوف كان دايما سمة سيدة يتقال احنا لما رحنا افريقيا الجمهور كان بينادي على عصام الحضري بينادي على وائل الجمعة بينادي على محمد ابو تريكه بينادي على محمد بركات بينادي على احمد حسن مش عايزين نبخس اي لاعب حقه انا بدي على سبيل المثال ولكن يبقى اللاعب مرتبط بالشعبيه ومرتبط بالجماهير ومرتبط هنا بالناس اللي بتقول افريقيا والخليج مرتبط بتاثير اللاعب ده عند الناس البسيطه في افريقيا ايه وهم بيشوفوه رمز بالنسبه لهم وملهم اكيد هينتموا للفريق اللي هو بيحبه او بيلعب فيه. طب نربط ده بايه؟ نربط ده باللعيبه اللي على مدار من 2005 ل 2022 سبع لاعبين من نادي الاهلي بيحققوا الافضل داخل القاره. محمد بركات محمد ابو تريكه 2006 2008 ابو تريكه احمد حسن 2010 ابو تريكه 2012 و2013 ومحمد الشناوي مؤخرا 2022 طبعا الراعي لازم يبص لده وطبعا الشعبيه والجماهيريه مرتبطه بده طيب لو انا جيت قلت لك تاثير البطولات اللي اتكلمنا فيها وتاثير تفوق اللاعبين اللي انا كلمتك فيه وجيت قلت لك تاثيره في الشعبيه ان انا في مره دخلت فصل في 40 واحد ورحت ال40 دول قلت لهم يا جماعه اللي بيشجع النادي الاهلي يرفع ايده ف38 من الاربعين 40 رفعوا ايديهم وقالوا احنا أهلاوية على الجانب الاخر اتبقى اتنين بس ما رفعوش ايديهم فقلت يا جماعه طب الزمالكاوي يرفع ايده فواحد بس رفع ايده والتاني لا فقلت له انت بتشجع ايه قال لي بس انا مكسوف او مش عايز ارفع ايدي لما اقول لك الروايه دي هتيجي تقول ده تعصب ده انحياز للنادي الاهلي ازاي تقول الكلام ده الكلام اللي انت بتقوله ده غير منطقي وغير حقيقي بالمره عايز اقول لك مفاجاه قبل ما تسخن بس وتقول الكلام ده اللي قال الروايه والقصه اللي انا بحكيها لك دي كابتن جمال عبد الحميد نجم نادي الزمالك واسمعها منه بقى بلسانه فالموضوع بقى صعب جدا اللي احنا عملناه والقاعده العريضه من الجماهير اللي تعبنا فيها انا وابراهيم وحسن شحاته وفرج بسري وحمد امام وعلي خليل والناس ديت امبارح دكتور عايز اقول لك حاجه انا كنت اول امبارح في مدرسه مدعو كده الندوه مع طلاب صغيرين في السن فسالت مين اهلاوي كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد مين اهلاوي حوالي 38 رفعوا ايديهم ففضل اتنين طب اقول مين زملكاوي فواحد رفع والتاني ما رفعش <applause> بقول له انت ما رفعتش ليه؟ قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع إيديا لو فضلنا نحلف لكم وفضلنا ناكد ان الواقعه دي حصلت عمر حد ما كان هيصدقنا الا وانت بتسمعها على لسان نجم زملكاوي انا بقول لك شديد الانحياز لنادي الزمالك وموجود داخل نادي الزمالك فبالتالي الكلام واضح والكلام صريح والكلام ما فيهوش آراء. بس ايه اللي كون ده الحاجات اللي احنا بنحكيها لكم على مستوى فوارق كتير على مدار سنوات بقى احنا كده اتكلمنا عن الشعبيه على وسائل التواصل الاجتماعي اتكلمنا الشعبيه على نطاق المدرج وازاي لاعبي نادي الزمالك كانوا بيتكلموا عن الرعب من هزه مدرج النادي الاهلي اتكلمنا كمان عن المدارس والمدارس والفصول ده اللي احنا نقلنا للشارع بقى يعني دي الشريحه اللي تقدر تقول قصناها على ارض الواقع اللي قالها الكابتن جمال عبد الحميد واللي بياكدها حتى أرقام واحصائيات كتير تعال شوف اي استفتاء بيصدره اي اتحاد سواء رسمي او غير رسمي, رسمي وفي لاعب من النادي الاهلي هتلاقيه على طول بيتصدر الاستفتاء الاتحاد الافريقي لما جاي يعمل احتفال بمرور 50 سنه على تاسيسه وقال ان احنا هن... هن... هنعمل استفتاء على افضل عشرين لاعب في القاره كانوا طرحوا 200 اسم هم طرحوا 200 اسم شايفينهم كل فتره زمنيه كل 10 سنين هنطرح مجموعه اسماء ويتم التصويت والاختيار عليها هقول لك ابعد عن فكره الاساس اللاعب ده الافضل ولا لا لكن هقول لك ان ده اطرح للجماهير الجماهير, الجماهير اختارت مين من ضمن ال20 اسم الافضل في القاره خمسه خمس لعيبه خمس مصريين منهم اربعه اهلاويه واحد فقط لغير لاعب زملكاوي اختاروا كابتن محمود الخطيب كابتن حسام حسن كابتن صالح سليم كابتن هاني رمزي ومن الزمالك الكابتن المحترم كابتن حسن شحاته ده لما بيدل على حاجه بيدل على قوه جماهير النادي الاهلي الشعبيه اللي البعض بيحاول بكلام مرسل يقول انا عندي شعبيه هنا وهنا وهنا طيب اتكلمنا عن الشعبيه واتكلمنا عن الجماهير واتكلمنا عن اللاعبين المؤثرين طب في النهايه ايه في بطولات الاهم اللي هي بتعمل لك رصيد من الجماهير لان البطولات هي اللي بتعمل لك شعبيه بطولات النادي الاهلي لما تيجي تقيمها اجمالا وتقارنها مع بطولات نادي الزمالك هتلاقي حرفيا ايضا واصله للضعف جبنا بعض البطولات لان في بطولات عربيه وبطولات غير عربيه النادي الاهلي اشترك فيها فجبنا بعض البطولات الرسميه واستعرضنا هذه البطولات عشان نوضح ارقام النادي الاهلي في البطولات دي هتلاقي في دوري ابطال افريقيا الاهلي واخد 10 بطولات والزمالك خمسه بطوله افريقيا ابطال الكؤوس اللي اتلغت الاهلي خد اربع مرات والزمالك بطوله واحده يمكن المقاولين واخد اكتر من الزمالك، الكونفدراليه الاهلي بطوله والزمالك بطوله، السوبر الافريقي الاهلي 8، الزمالك 4، يعني ماشيين تقريبا في بطولات فيها الضعف، الدوري العام هنا اكتر من الضعف 42 و14، البطوله او المسابقه اللي نادي الزمالك بيقترب فيها من النادي الاهلي هي مسابقه كاس مصر 37 و 28، السوبر المصري الاهلي 11، الزمالك 4، مشاركات كاس العالم للانديه الاهلي شارك سبع مرات الزمالك لم يشارك في اي بطوله تخيل البعض هيقلل من قيمه بطوله كاس العالم للانديه ولكن نادي الزمالك جماهيره واعلامه عاشوا فترات طويله جدا يتحدثوا عن ان نادي الزمالك هو افضل اول نادي مصري يشارك في كاس العالم ده بس البطوله اتلغت عشان ما فيها رعاه ارزاق <applause> هي ارزاق زي البطوله القادمه دي النادي الاهلي خسر يعني في المغرب امام الوداد البيضاوي المغربي ارزاق مش لو ممكن تلعب فيك. <تصفيق> <تصفيق> لو اتلعبت فاهمني؟ لو اتلعبت هتدوروا على اي نادي بقى او اي دوله تدفع 25 مليون دولار وده صعب جدا فهي ارزاق فالنادي الاهلي شارك سبع مرات حقق ثلاث انجازات الا وهي برونزيه كاس العالم ثلاث مرات اذا البطولات دي لو انت مش مقتنع انها بتشكل شعبيه فدي مشكله عندك انت في طبيعه فهمك لكره القدم ومشكله هتكون كبيره جدا لما يكون الكلام ده بيتقال على لسان رحمة الله عليه الكابتن محمد حسن حلم زمورة اللي لو عصرته كده وهو حي كان هينزل لك زمالك رجل زملكاوي قلبا وقالبا حتى وهو حامل راية نطلع نشوف الفيديو الجاي ده ونرجع نعقد يعني مثلا الزمالك بيمثل تقريبا في رأيك كام في المية من الجمهور بصراحة بصراحة بيمثل آه. 45% لأنه هو له جمهور كبير ولو جمهور في البيوت يمكن يعني كثير من جمهور ما بيروحش الملاعب لكن هي الشعبية دي بتيجي طبعا ويا النتائج يعني انا هقول حاجة يمكن تاريخ قديم نادي الزمالك يمكن قبل سنة 32 يمكن كان له 90% ليه؟ لانه واخد شعبيته كان من المرحوم حسين حجازي. النادي الاهلي خد منه من سنه 32 وطالع خد السحب <applause> شعبيه كثيره. الكابتن حسين حجازي رحمه الله عليه تقريبا اعتزل سنه موسم 32 يعني 1932 ممكن يكون 32 33 ده اعتزاله كره القدم. الكابتن محمد حسن حلمي رحمه الله عليه في لقاء 1971 او 72 يعني بعد 50 سنه تقريبا أو 40 سنة من اعتزال الكابتن حسين حجازي شايف إن شعبية نادي الزمالك من وجهة نظره نزلت من 90% من 90% ل 45% بسبب اعتزال اللاعب وإن نتائج النادي الأهلي أفضل في الفترة دي طب هو أصلا على نطاق الـ 40 سنة دول لو جيت قيمتهم وجيت قيمت تاريخ بطولات النادي الأهلي بتاريخ بطولات نادي الزمالك هتلاقي في فارق حصل هتلاقي في فارق حصل بس لصالح النادي الأهلي إيه هو الفارق إن أنت بدأت تظهر على مساحات اكبر بدات تروح لاسواق اكبر بدات تروح كاس العالم للانديه بدات تتشاف في الوطن العربي من خلال بطولات القاريه ونهائي بطوله افريقيا اللي كان في الثمانينات وانت بتحققه ما بيظهرش او المباراة لا تذاع فحاليا انت شعبيتك اكبر خارج مصر فتخيل الكابتن محمد حسن حلمي شايف ان شعبيه الزمالك تاثرت بغياب لاعب او باعتزال لاعب كره القدم وبالمناسبه هو كان حقه يقول كده لان في الفتره دي وجود حسين حجازي في الملاعب كان نادي الزمالك ما بيقدرش يحقق بطولات الا لما ينضم حسين حجازي نادي الزمالك على عكس النادي الاهلي موجود حسين حجازي بيحقق بطولات مش بم. موجود حسين حجازي موجود مختار تيتش وغيره صحيح. وغيره يحققوا البطولات لان ده اصلا النادي الاهلي اسس على انه لا يقف على لاعب وهي دي طبيعه انديه اما الكابتن محمد حسن حلمي شاف ان الشعبيه تاثرت نزلت 45% بسبب لاعب وبسبب نتائج النادي انت شايف ايه اللي اتغير؟ هتقول لي لا اللي اتغير كتير اللي اتغير ان احنا اخر سنتين هو الاهلي عمل ايه اخر سنتين؟ ده احنا خدنا اثنين دوري وبطوله كاس مصر هقول لك اه صح اخر سنتين اللي هم اخر 24 شهر هقول لك لا الاهلي خد اثنين دوري ابطال افريقيا الاهلي خد اثنين سوبر افريقي الاهلي خد برونزيتين كاس عالم للانديه الاهلي خد بطوله كاس مصر ده اخر سنتين اللي حضرتك بتتكلم فيهم فلما تيجي برضه تقيم حتى اخر سنتين اللي انت شايف ان انت واخد فيهم اثنين دوري هتلاقي النادي الاهلي على نطاق أوسع واخد بطولات أكثر مشاهدة وتوصل لأماكن خارج مصر وبالتالي أي حديث عن اقتراب اقتراب يعني حقوق رعاية بين أهلي وبين زمالك هو حديث للاستهلاك فقط لغير والشعبية واضحة جدا لصالح النادي الأهلي انت عندك حاجة أخفلتها هي. وهي ان انت قلت النادي الاهلي واخد كذا وكذا لا هي الحسبه عندهم دلوقتي انا أخدت اتنين دوري يبقى الدوري بس المقياس السوبر المصري السعودي وقتها يبقى هو بس المقياس، البطولة ايه اللي أنا حققتها وأنت ما حققتهاش فهي دي المقياس، فكل اللي احنا بنتكلم فيه ده تقريباً لا ما هو لو كل نفس اللي بنتكلم فيه كل اللي بنتكلم فيه كده يبقى الرعاة مش هيختاروا غير النادي الأهلي بص يا أسامة في حاجة يا جماعة احنا بنتكلم هنا كلام الحمد لله يعني مش عايزين نطلع نتكلم كلام نبقى بنضحك على الناس اللي بتسمعنا، وسهل جدا إن أنت تسيب كل الأدوات العلمية وتطلع تقول أي كلام، احنا هنا ما بنقولش أي كلام ليه؟ انت بتيجي تتكلم الناس بتشوف بطولات على مدار على الاقل القرن الحالي القرن الحالي لما تلاقي 8 دوري ابطال افريقيا مقارنه ببطوله واحده لما تلاقي سوبر افريقي 8 مقابل 2 كونفدراليه 1 ل1 دوري عام 13 ل6 كاس مصر 6 ل9 السوبر المصري 11 ل4 كاس العالم للانديه بتلعب 7 منافسك ما سنطرش حتى في كاس العالم للانديه فانت هنا بتتكلم عن فارق كبير وانت بتلعب 18 ماتش كاس عاملة أندية انا لما اجي كراعي ونرجع لكم بقى واحده واحده سريعا للمفهوم اللي احنا قلناه اجي اشوف على مستوى متابعه السوشيال ميديا واقدر رئيس الجمهور جوه مصر وبره مصر وفي كل حته اكتر من ضعف لما اجي اشوف البطولات اخر على الاقل 16 بطوله دوري الاهلي واخد 13 ده رقم يا جماعه مفزع نادي الاهلي واخد ضعف في كل انديه مصر مجتمعه في الدوري انتوا متخيلين رقم رقم مخيف رقم مخيف حرفيا لما تيجي تتكلم ان اخر عشرين سنه في افريقيا نادي الاهلي حقق دوري ابطال افريقيا سبع مرات المنافس ما حققهاش من عشرين سنه لما تيجي تتكلم عن تفرد اللاعبين وانا على فكره مع مفهوم الراحل حلم زمورة ولو مننا كل الاحترام وهو بيتكلم في حسين حجازي حتى لو رحنا للمفهوم ده وموافقين عليه اسامه احنا استعرضنا لكم سبع لاعيبه بياخدوا الافضل داخل القاره اخر عشرين سنه مقابل المنافس مفيش لو استعرضنا الجماهيريه والحضور رحنا لكل العوامل يا جماعه والله اشتغلنا بكل العوامل الورقه والقلم انت عايز تسيبها وتاخد بكلمه انا الفت حاجه من عندي خلاص الف بس جمهور النادي الاهلي لن يضلل، وجمهور النادي الاهلي هيفكر في اللي احنا بنقوله، وعلى فكره احنا هنا ما بنقولش ده لان النادي الاهلي محتاج ده، النادي الاهلي كده كده الرعاه بتتنافس وراه، انما احنا بنقول ده اثباتا للتاريخ وتوثيقا للامور ازاي بتحسم عشان كمان المتلقي اللي بيتفرج ده لا يضلل من البعض ويكون عنده الطريقه اللي اي حد بيفكر بيها. لا وفي نقطه مهمه كمان يا فارس الا وهي ايه؟ ان محدش هيقدر يمنعك دلوقتي ان انت تجيب الرعاه اللي انت عاوزهم. انت كنت بتتكلم في بعض الاوقات عن وكاله الاهرام وبتتكلم عن وكالات اخرى، فانت حاليا نادي تقدر تسوق لنفسك، عليك. القصه سهله وبسيطه جدا، يعني الاستاذ سيف الوزيري لما طلع في مداخله مع الكابتن احمد شوبير وضح الصوره تماما، قال لك الشركه المتحده هي كيان منفصل عن المتحده الاعلاميه وان القصه هي عباره عن مسوق حصري وان هيكون في عقد ثلاثي ما بين الراعي وما بين المتحده وما بين النادي الاهلي والنادي الاهلي هيوافق على الشركات دي من عدمه وهيوافق على المقابل المالي من عدمه فالقصه كلها مسوق للنادي الاهلي حاليا الاستاذ سيف الوزير وضح ايضا ان هو ممكن يكون مسوق لانديه شعبيه اخرى غير النادي الاهلي ونادي الزمالك من الانديه الشعبيه الاخرى غير النادي الاهلي والنادي الزمالك هو النادي بياتي في المرتبه الثانيه بعد النادي الاهلي فحضرتك تقدر ان انت تسوق لاسم نادي الزمالك وتجيب رعاه فممكن تعلى برعايتك عن النادي الاهلي وارد لو انت واثق الثقه دي اعلى برعايتك عن النادي الاهلي اما النادي الاهلي هو حاطط تارجت لنفسه وان شاء الله يوصل للتارجت ده لان التارجت اللي هيوصل له النادي الاهلي هيكون صعب على اي نادي ان هو يوصل له. طيب التارجت ده في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل سيظل النادي الاهلي رقم واحد فيه. لما نيجي نسمع آه الاستاذ خالد رفعت عضو رابطه الانديه واللي آه انتمائه زملكاوي وشيء لا يعيبه هو الرجل زملكاوي ولكن لما يجي يتكلم عن رعايه النادي الاهلي مقارنه بين مش مقارنه حتى بنادي مقارنة بالاتحاد المصري لكرة القدم اللي بيدير مسابقات حتى لحد السنة اللي فاتت وبيمتلك المنتخب مسابقة كاس مصر وحاجات كتيرة جدا تعالوا نسمع رأيه في ايه في الاهلي مقارنة بالاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة حقوق رعايته حوالي 450 مليون ده طبعا على اربع سنين في حين ان النادي الاهلي مثلا بتلاقي ان رعايته 800 مليون 450 مليون ده اتحاد الكره اللي هو المفروض النادي الاهلي هو يعني تابع لاتحاد الكره المصري بنشوف رعايته 800 مليون ده وارد ده بيحصل بره ده طبيعي ده عادي اه طبعا هو ده موجود في بعض الدول وفي بعض الحالات لان هو بيقف يعني بيتحسب نتيجه لكذا سبب او ده بيحصل نتيجه لكذا سبب طبعا م. نتيجة لان النادي الاهلي طبعا او اي نادي كبير في دوله بيلعب كذا بطوله فهو عنده حقوق اكثر بيعرضها للرعاه بتاعته فبتحقق له حجم مشاهده اعلى بتحقق له ريفينيو اكبر قيمه سوقيه اعلى مع مع المعلنين والرعاه في نفس الوقت برضه بيبقى في جزء شويه على اتحاد الكوره ان اتحاد الكوره يمكن ما بيقدرش يحط المتاح ليه اللي هو المنتخب المنتخب بيلعب عدد ماتشات اقل من اي نادي اكيد خلال الموسم آآ آآ في ان هو يقدر يقيم فاليو حقيقيه للفرقه بتاعه المنتخب مصر ونشاط الكاس هو ده يعتبر يعني المنتخبات ونشاط الكاس ومسمى والمسمى الخاص ببطوله الدوري يعني فهي في جزء له علاقه بقدره الاتحاد والمسؤولين في ان هو يتفاوض على احسن عوائد للاتحاد وفي جزء تاني مربوط طبعا بالحجم النشاط وحجم المشاركه لان الرعاه والمعلنين بيدفعوا على حجم المشاركه النادي بيشارك في كذا بطوله بيشترك في عدد قد ايه ماتشات مذاعه في ظهور قد ايه في اكتيفيتي قد ايه بيحقق قد ايه القاب يعني النجوم اللي موجودين كل دول في الحسبه في بعض الدول بيرجحوا كفه الفاليو بتاعه النادي عن الفاليو طيب. اللي بتروح للاتحاد او اللي بيقدر يسوقها للاتحاد اللي ما يعرفش الاستاذ خالد رفعت كمان هو يعمل في فكره التسويق وهو راجل من المسوقين اللي لهم اسمهم واللي لهم في المجال ده قال كل العوامل اللي احنا بنتكلم عليه على مدار الحلقه النجوم اللي عنده بتحقق ايه وقيمتهم ايه والجوائز اللي بياخدوها ايه على الجانب الاخر البطولات ايه والالقاب ايه كل اللي اتكلمنا فيه الشعبية ايه بتلعب عدد بطولات قد ايه وماتشات قد ايه وده اللي احنا بنقوله لما انا اكون في الفتره الاخيره دوري ابطال افريقيا ثلاث نهائيات ما تجيش مع احترامي ليك تقولي انا بطل الدوري اخر سنتين لا هقول لك انا قبلها كم مره على التوالي واخر 16 سنه 13 مره الامور لا تقاس كده حاجه اقول لك كمان ان بنفس المعايير دي النادي الاهلي تسويقيا فريق او الراعي بتاعه بيشوف فريق بيلف العالم ويلعب باثنين كاس عالم الانديه ياخد برونزيه وبيعلن عن المنتج بتاعه مش بس محليا ما هي دي الفكره يا جماعه اصل معلش المشكله يعني اللي البعض بيغفلها النادي الاهلي محلي ودولي النادي الاهلي محلي ودولي البعض 20 سنه مفيش حته الدولى فده بيفرق مع الرعايه شويه يعني ده بيفرق بالتاكيد مع الرعايه ولكن انا فاهم الازمه جت منين عند جماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ممكن تكون من نقطتين النقطة الأولى ألا وهي إن أنا دائما وأبدا يعني عيني على النادي الأهلي ومحاول إن أنا أدخل في المساواة مع النادي الأهلي وده حق أي نادي يكون عنده الطموح المشروع ده. النقطة الثانية إن فترة من الفترات كان الكابتن حسن حمدي رئيس وكالة الأهرام الإعلانات وهو رئيس النادي الأهلي. فظن البعض إن الكابتن حسن حمدي جامل النادي الأهلي على حساب الأندية الأخرى بل على حساب وكالة الأهرام للإعلان. فصدر عندهم مشكلة الرعاية ان لا في مجاملة بتحصل للنادي الاهلي وفي اجحاف بيتم للاندية الاخرى. لما بعتت وكالة الاهرام للاعلان لو لاحظتوا نفس النسبة ما بين النادي الاهلي وما بين كل الاندية الاخرى هتلاقوا هي هي نفس النسبة بتاعت وكالة الاهرام للاعلان، يعني السنة اللي فاتت النادي الاهلي البث والرعاية وصل ل 950 مليون يعني يقترب من المليار. السنة دي ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يصل في السنة ممكن جدا لثلاث اربع مليار او مليار في حاله البث والرعايه وارد على حسب الرعاه اللي هيكونوا متواجدين ويتنافسوا على رعايه النادي الاهلي ان شاء الله لكن الانديه الاخرى كانت بتصل لتلت الرقم ده بالكثير قوي 40% من الرقم ده هي نفس النسبه اللي كانت بتحصل وقت وكاله الاهرام ومع ذلك الاتهام ظل موجه لوكاله الاهرام ولكن حتى مع اعترافات اللي شغالين في وكاله الاهرام انا عارف ان تظل دايما حول الرعايه ازمه ليه؟ لأن الجانب الأولاني ما تنساش بس هو تكونوا انتم ألا وهو محاولة المساواة مع النادي الأهلي. نطلع نشوف شخص أو صحفي وإعلامي كبير الأستاذ محمد شبانة بيتحدث عن عمله في وكالة في في جريدة الأهرام وصحيفة الأهرام من أول يوم ليه في الصحافة هيتكلم عن رعاية النادي الأهلي أو رعاية وكالة الأهرام للنادي الأهلي إزاي؟ نشوف الفيديو ونرجع معاكم. أنا في الراجل الأهرامي تمام انا عضو مجلس اداره دلوقتي كمان أيوة في تمام. الاهرام يعني تمام ف حياته كلها ما اشتغلش غير في الاهرام على فكره تمام. في الصحافه يعني انا بقى من عندي 16 17 سنه في الاهرام ف انا متذكر انه في سنه من السنين الاهرام كان كان بيخش ياخد رعايه النادي الاهلي فوقتها الاهرام دفع شاف 150 الف ولا ايه 150 مليون اسف ولا 100 مليون حاجه كده في الاربع سنين دلوقتي بقى بالمليار أوه. يعني بس وقتها كان 100 مليون كان رقم يا خضري م. اعتقد 2007 2006 2008 م. رقم مستحيل م. فالناس هاجت جدا فتعمل اجتماع حضرته انا حضرته يعني فتعمل اجتماع مع المديرين بتوع الاعلانات في الاهرام علشان خاطر يقولوا هل الرقم ده الاهرام يستطيع فعلا انه يجيبه ولا ده بيتجامل في الآية؟ اقسم بالله الاهرام كان ماضي عقود مع رعاه 400 مليون جنيه في الاربع سنين. يعني مكسب الاهرام كان 300%. يعني الراجل بيقسم بالله هو شغله في الاهرام من اول ما بدا صحافه وبيقسم بالله ان هذا التحقيق تم وجات عقود الرعايه ده وجا كل المكاسب الماليه دي لوكاله الاهرام للاعلان اللي مش متذكر الكلام ده او ممكن يروح للناس بقول له ان انا فاكر كويس قوي لما وكاله الاهرام للاعلان خدت النادي الاهلي ب 140 مليون كانت ثاني يوم بتبيع فقط لغير صدر تيشيرت النادي الاهلي لاحد شركات الاتصالات ب 135 مليون في الوقت ده كان في ثلاث شركات اتصالات في مصر اللي تاخد فقط لغير او الشركه اللي راحت لصدر تيشيرت النادي الاهلي كان بتتنافس مع شركتين أخريتين مفيش شركة من الشركات دي راحت لنادي أخر فخلونا بس نكون الأمور واضحة وده اللي قاله شخص شغله من بداية تأسيسه كصحفي هو جريدة الأهرام طيب مش عندنا بس حكاية فردية أو شهادة فردية عندنا الناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد سيف واللي ميوله زملكاوية أيضا وله مننا كل الاحترام والتقدير وهو كان شاهد على العصر في الاهرام لسنوات وراجل من القامات يعني الصحفيه في الاهرام تعالوا نسمعه وهو ايضا يعطي شهاده للتاريخ كيف كانت عمليات الرعايه توجه للنادي الاهلي عن استحقاق وعن استفاده للمؤسسه ابراهيم نافع يعني ساكت على حسن الحمد اوكي مشي ابراهيم نافع جه بعديه الاستاذ صلاح الغمري المفروض ان كان بينه وبين ابراهيم استاذ ابراهيم نافع في شويه حساسيه شويه اول لما يجي المفروض يشوف شله ابراهيم نافع ويقعد يقصص فيها بالظبط ومنهم يبقى الكابتن حسن حمدي اه وكاله تعالى عم انت بتكسب كام؟ لا ما ينفعنيش في استلامات غيره ومع ذلك فضل الكابتن حسن حمدي بنفس النظام وبنفس نعم مشي الاستاذ صلاح الغمري وجه الاستاذ إبرا... آه... مرسي عطلة مم. وما ادراك ما بين مرسي عطلة الاستاذ مرسي عطلة والاستاذ ابراهيم نافع صحيح ما كانوش بيحبوا بعض خالص مم. والخصام بينهم كان واضح الاستاذ حسن حمدي رئيس النادي الاهلي بص آه. عطالة رئيس نادي الزمالك صح كده كان ممكن بقى ما يجي يقول لك انا هاخد هاخد الاهلي ب 100 وهاخد الزمالك ب 30 يقول له ما ينفعش ما ينفعش هو قال لي بص لي يا اخي بص لي وعلي وخلي وخليهم 100 و100 وخلي و100 و100 قدام النادي انما بتاعي. لا لقى ان الورق ورق سليم م. او ان اجراءات الاهرام للاعلان سليمه صح. او ان هي محققه المستهدف نعم ومع عشان كده فضل الاستاذ حسن حمدي في منصبه صح. وفي موقعه م. وعقد الرعايه بتاع الاهلي بقى 76 وبتاع الزمالك وصل لحاجه و30 او حاجه و40 والا لو كان شاف استاذ مرسى عطلة ان في لعب او تلاعب او تفضيل نادي عن نادي كان قال له اقف طبعا هو ده لما اخذ يقول على حجر يعني مم. السلام وحد والوكاله مش هتفضل لما واحد يمشي او بتاع اي حد يطلع مش هتبقى الوكاله من غير بواب اطلاق بالظبط كده والا بقى الدنيا ما بتقفش على حد صحيح طب ماشي الاستاذ مرسى عطله اه ويجي له استاذ لبيع السباع السن ده محترم 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 دكتور عبد المنعم سعيد الاول وعبد المنعم استاذ عبد والدكتور عبد المنعم سعيد, سعيد جه اه صح وجي الدكتور عبد المنعم سعيد وده راجل بتاع مركز دراسات اه ولا ليه بقى في شله مع ولا بتاع ليه ورقه وقلم دراسات آه. فجه لو كان برضو في حاجه كان قال له وقف صح وبالسلامه انت يا كابتن حسن ويمسك الكابتن فتاه ومشي الدكتور عبد المنعم سعيد ويجي لبس نفس الشيء كلام استاذ محمد سيف مهم جدا بس هتلاقوا مفارقه ان اللي كانوا بيرددوا فكره اصل احنا مظلومين اصل المساواه في الرعايه اصل المساواه في كذا على مدار السنوات دي يمكن من وقتها من 2008 و2011 مرورا لحد دلوقتي تخيلوا هم هم الاشخاص هم هم الاشخاص وهي هي الردود على مدار السنوات وعلى لسان قامات بتنتمي للنادي المنافس وطلع استاذ محمد سيف قال لك القصه كان سهل يقول 100 و100 بس القصه مش كده راجل عنده أرقام وعنده عوائد وعنده دراسات وللأمانة أستاذ مرسي عطلة الراجل اللي شغل رئاسة نادي الزمالك فيما بعد أصلا ليه فيديو شهير كان بيتكلم فيه بشكل واضح إنه هو كان شايف إن ده كان إجراء طبيعي لفوارق كتير جدا حاصلة وعلى الجانب الآخر لما رفض المنافس هذه الأرقام وقال لأ هسوق لوحدي فيما بعد وقع في مشكلة كبيرة جدا وحقق خسارة كبيرة جدا وقال ده خطأ وقتها انك ما تكونش مقدر, مقدر الامور بشكل صحيح وللأسف اللي بيتكلموا من وقتها هم هم اللي بيتكلموا دلوقتي على الجانب الاخر دكتور عبد المنعم سعيد وهو ايضا من القامات ده راجل دراسات زي ما قال الاستاذ محمد سيف وراجل معني بالفكرة والارقام وايضا كان شايف ان ده شيء عظيم لان النادي الاهلي كان يحقق ارباح ووكالة الأهرام تحقق أرباح وهذا عهدنا بكل الرعاة لأن النادي الأهلي أيضا لما كان متعاقد مع صلة وأنهى التعاقد تاني يوم كانت بتتعاقد مع شركة مصرية وهي شركة بريزنتيشن وتحقق أيضا أرباح مهمة جدا لأن ده النادي الأهلي اللي دايما دايما قيمته التسويقية بتصنع الفارق وزي ما قلت لكم هنا مش هتلاقوا كلام مرسل هنا هتلاقوا وقائع وأرقام مشاهدات موثقة للتاريخ النادي الاهلي بالنسبه للرعاه هي الدجاجه التي تبيض بيضا البيض الذهب، يعني على طول كده تاخدها قاعده وبالتالي هتلاقي دايما صراع كبير جدا على رعايه النادي الاهلي. الرعايه اللي بنتكلم فيها الاستاذ محمد سيف وكان قبل منه الاستاذ محمد شبانه كان بيتنافس ثلاث شركات الفارق فقط لا غير اصبح مليون 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 مليون،, مليون يعني وكاله الاهرام 141 وكالتين بعدها 140 139 كان في سؤال بيطرحوه في نفس الـ 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 البرنامج في الحلقه دي، طب ليه الشركه اللي وصلت مع النادي الاهلي 140 مليون ما راحتش لنادي اخر حتى ب 70 مليون؟ ليه الشركه اللي وصلت مع النادي الاهلي ودخلت في تنافس مع وكاله الاهرام ل 139 مليون ما راحتش لنادي اخر ب 70 مليون، يعني بنصف القيمه حتى. ده سؤال، ده سؤال لازم اللي بيطرح قصه الشعبيه والمساواه في الرعايه والكلام ده كله يسال الاسئله دي، ليه ده ما بيحصلش؟ ليه ده ما يحصلش دلوقتي؟ بس سؤال سهل وبسيط جدا، لكن للأسف الناس اللي بتردد دلوقتي ان هي واقع عليها ظلم كبير جدا في حقوق الرعايه هي نفس الناس اللي كان بيكون لها اراء مختلفه تماما وقت لما ظهرت ارباح وكاله الاهرام من رعايه النادي الاهلي، نشوف الفيديو ده عشان تفهموا قصدي ايه. عشان تعرفوا بس ان وكاله الاهرام للاعلان ضحكت او ضحكت على النادي الاهلي، اي وكاله اعلانيه بيبقى الربح بتاعها من 10 ل 20% من 10 ل 20% يعني انا مثلا باخد 76 مليون جنيه بدفع للاهلي 76 مليون جنيه اكسب فوقيهم 20% مثلا يعني بنتكلم مثلا 15 كمان مليون يبقى كده وكاله اعلانيه 100 100 لكن السنه اللي فاتت يعني بعد نهايه الموسم كسبوا وكاله الاهرام الاعلان كسب من ورا النادي الاهلي 139 مليون جنيه الله اكبر يعني القصه كلها ان انا هنتقد النادي الاهلي هنتقد النادي الاهلي الاول هقول أنه لا يستحق حقوق الرعايه دي وازاي في التوقيت ده المبالغ دي كلها بتروح لرعايه النادي الاهلي وبنفضل نسخن ونعلى 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 ثم نطاطي 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 لما تظهر الارقام وتظهر مكاسب وكالات الرعايه من النادي الاهلي فنحاول الدفه نقول اه ده النادي الاهلي اتضحك عليه ما احنا لازم ننتقد النادي الاهلي لازم نحط النادي الاهلي دائما وابدا في قفص الاتهام اعتقد الفقره دي كانت واضحه كاشفه عرفنا الاسباب اللي بيتحدثوا فيها عن حقوق الرعايه وهيفضل دايما الصراع موجود ومن حق كل جماهير الانديه المتنافسه مع النادي الاهلي او بمعنى ادق اللحاق بالنادي الاهلي تظل تحلم دائما انها تكون على قدر المساواه مع النادي الاهلي ولكن سيظل دائما الامر صعب بل مستحيل جدا 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 نشوفكم بعد الفاصل. اكيد النادي اللي طول الموسم تعرض لمصطلحات زي الاحتواء روح البروتوكول تسلل اللي شفناه الشهير بتاع بيرسي تاو اللي اتحسب طرد المقاولين ولعبات كثيره جدا كانت ممكن تغير مصير الموسم. هو النادي اللي هيكون اكثر سعاده بفكره ان نبدا نشوف حالات الفار او الحالات اللي حصلت والنقاشات اللي دخلت جوه الفار ولجنه الحكام بقياده كلاتنبرج بتعرضها على الشاشه او بتعرضها على موقع الاتحاد وبنبدا نشوف الكلام ده بيحصل وايه اللي حصل داخليا. لان في رايي ده هيقلل كتير جدا من حاجات نتمنى ان هي ما نشوفهاش تاني لان هي صعب كنت تشوفها في اي دوري في العالم الموسم اللي فات عشان كده احنا الى الان بنقول ان دي فكرة وتجربة جيدة مهم جدا ان هي تحافظ عليها ومهم جدا ان كمان نبدأ نشوف اللعبات فعلا اللي بتصير جدل تفضل موجودة وبتتعرض ومهم جدا ان ما نلاقيش التجربة فجأة لأسباب غير معلومة وفجأة بحجة إن ده بيعمل تعصب ولا بيعمل مشكلة ولا بيقلل من مستوى الحكام وافتكروا الجمل اللي أنا بقولها دي التجربة دي اتلغت والتجربة دي اتشالت أو كلاتنبرج نفسه يمشي عشان التجربة دي يجي حد ما يعملهاش افتكروا الجمل دي لأن في رأيي إن التجربة دي مهمة في حاجات كتير جدا وفي رأيي إن هي البعض هيحاول عرقلة استمرارها وهيحاول ان هي ما تكونش موجوده لان احنا سمعنا البعض اصلا بيقول ان فكره التحليل التحكيمي في الاستوديوهات ما تبقاش موجوده متخيلين فكره التحليل التحكيمي التحكيمي في الاستوديوهات ما تبقاش موجوده ما بالك في فكره عرض حالات زي دي واللي هيدلل على كلامي ان البعض كان بيحارب وجودها وبيحارب الفكره وبيقول ان هي مش موجوده ونسمع رئيس لجنه الحكام السابق كابتن عصام عبد الفتاح كان بيقول ايه هل من حق أي نادي أن يستمع إلى تسجيلات الفار؟ طبعاً ده حسب البروتوكول وحسب القانون ممنوع يا كابتن شوبير. ممنوع لكن إحنا أكثر شفافية آه. يعني لو في أي مشكلة بنسمع, بنسمع إحنا بنستمع حتى في تحليلاتنا يا كابتن شوبير للحكام م. بعد كل ثلاث جولات م. بنقعد وبنجيب تسجيلات الفار لازم آه. عشان م. نشوف مين أخطأ هل الفار ولا الحكم؟ حق الفار فعلا يعني استدعاه في حاله تستحق الاستدعاء ولا لا؟ نعم إيه 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 وهكذا وبنقف عند كل هذه النقاط طيب. ليه كل شيء داخل غرفه الوالد طيب خليني قبل ما قبل ما اخلص النقطه دي الاخوه في السعوديه بيعملوا حاجه جميله جدا بصراحه يعني وانا متابع اسبوعي بعد نهايه كل الجوالات. وبيعلن ده غلط وده ما غلطش تمام آه. احنا طب هقول لك كابتن في دي احنا لسه عارضها على مجلس الاداره آه. من من ثلاث ايام طيب الشفافيه وهو عشان كده بقول لكم التجربه دي مهمه الشفافيه اللي بيتكلم عنها كابتن عصام عبد الفتاح واللي كان بيفهمنا ان هي بديل فكره عرض الفيديوهات دي اللي قال لسه بنعرضها كانت الشفافيه اللي خلته بعد خطا محمود عاشور يعينه يقول تحديت وصممت ان انا اعينه هو ده كابتن عصام عبد الفتاح وهي دي الشفافيه وهو ده اللي يفهمكم الرفض الشفافيه دي اللي خلت فار تتشد عشان يتعمل كوبايه شاي هي دي الشفافيه اللي كانت موجوده هي دي اللي تاكد لكم ان احنا كنا ابعد ما يكون عن ان انتم كنتوا تشوفوا في وجود كابتن عصام عبد الفتاح الحالات بتتعرض وتتراجع لان كنتوا هتسمعوا ممكن مش الصوت حالات ممكن صوت الكاتل وهو بيعمل الشاي الموضوع يهمنا في المقام الاول هل هو قانوني ولا غير قانوني الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيروج لفكره ان الكلام ده غير قانوني اكيد كلاتنبرج لما يجي يعمل حاجه زي دي هو عارف ان الكلام ده بشكل قانوني جدا بس خلينا نخرج ما بين رئيس لجنه حكام سابق وما بين رئيس لجنه حكام حالي ونروح لخبير تحكيمي هل الكلام ده كابتن احمد الشناوي قانوني ولا غير قانوني نسمع الفيديو إن هو اللي بيعرضه شيء يعني مش ما 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 مش ضد ولا هيسبب مشاكل مش ضد البروتوكول بشكل عام كويس قوي يعني خلينا نقول ما فيش لكن آه آه هو عايز يوري لك الحوارات اللي بتحصل آه. ده شيء خلي بالك انا شايف انه شيء يعني ما اقدرش اقول عليه يعني دي خطوه كويسه يعني طب طب مدى تاثير ده على الراي العام من وجهه نظرك اذا الراي العام شاف ولم يقتنع ده اللي انا عايز اقوله بقى قد. يعني في حالات انا بعتقد مش عايزين تبقى يعني دي قاعده انما هو هنا ممكن نقول ان هو بيدي البرو يعني عرض كده مبسط اللي بيحصل عايز يطمن الناس ان حكم الفار بيقول تعالى والحكم الثاني بيحصل اه بس ده يستمر منه. طول الموسم زي ما هو قال هو يستمر بقى لكن في حالات بعتقد بعتقد م. ان الحوارات فيها ممكن هتسبب يعني آه يعني بلبلة بلبلة يعني ممكن حكم الفار يقول حاجة وحكم آه يقول الساحة ياخد, جاي جاي دي ياخد آه إن الحوار خرج يعني من حكم المباراة لحكم الفار أنت إزاي دي ما فيهاش حاجة دي كذا مش عايزين ال... يعني ده أنا يعني لكن هو يعني إنه يعرض الحوارات الحوار اللي بيحصل في حاجات إيجابية كده وما فيهاش مشاكل ما يعني أوكي قلنا يهمنا ايه؟ ان الموضوع ده مش ضد بروتوكول الفار وده كلام خبير تحكيمي الكابتن احمد الشناوي مش صراع ما بين اتباع رئيس لجنه حكام سابق ورئيس لجنه حكام حالي ما بين الكابتن عصام عبد الفتاح وما بين كلاتنبرج، بالتاكيد لازم يكون عندك تحفظات بس في ناس وهي بتتحفظ على التجربه هدفها ان ما ينفعش ما ينفعش نرسي مبدا العداله في التحكيم المصري، وما ينفعش يجي خبير تحكيم اجنبي يحسسنا ان كان في كوارث تحكيميه كبيره جدا كنا احنا بنطلع نقول التحكيم المصري بخير وقتها، فبالتالي هتلاقي بعض الاعلاميين هيحاربوا التجربه، ولكن التجربه دي جت بناء على ايه؟ جت بناء على بيانات وشكوى النادي الاهلي اللي كنا بنستعرض ان البعض بيتكلم عن النادي الاهلي نادي البيانات، والبيان بتاع النادي الاهلي هو اللي بيحط خارطة الطريق، النادي الاهلي في بيانه اللي صدر في 13 ابريل كان بيتكلم عن نقاط خمسة، من ضمن النقاط الخمسة اتنين اتحققوا على أرض الواقع، النقطة الأولى النادي الاهلي كان بيطالب بخبير تحكيم أجنبي من أصحاب التاريخ الكبير يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية محددة. جاء خبير تحكيمي اصبح رئيس لجنه حكام شكرا للنادي الاهلي في 13 ابريل النادي الاهلي قال نقطه مهمه جدا وقتها طلعت الناس اعترضت عليه الا وهي احقيه النادي في سماع ما يدور في غرفه تقنيه الفيديو في الحالات الجدليه شكرا النادي الاهلي اللي اتقال في 13 ابريل كلاتنبرج نفسه قالوا قالوا ونفذوا بس انا عندي هنا تحفظ مهم جدا في الحالات عشان ما يتحولش كلاتنبرج لعصام عبد الفتاح جديد. حالات كلاتنبرج فيها مشكله، أولاً فيها براءة للبعض اللي طلع اتكلم عن ركلة جزاء عمرو السليه أو على عمرو السليه أمام الاتحاد لأن في ركلتين جزاء لو استعرضنا الصور دي مباراة المقاولين العرب وكانت كرة لعب فيها فاروقة على الكرة ثم ارتطمت قدمه بقدم المهاجم. وطبعا الحكم قال مفيش ركله جزاء واتفق معاها كلاتنبرج دي الصوره التانية في مباراه فيوتشر والمقصه وايضا نفس الكره ونفس الاحتكاك وفي لمس الكره واتقال كده في الفيديو لمس الكره هي دي كره عمرو السليه البعض وقتها طلع قال ان دي ركله جزاء على عمرو السليه واستشهدوا ان اخطاء التحكيم لصالح او ضد النادي الاهلي النقطه بقى اللي انا متخوف منها ايوه هي النقطه دي لو قريتوا الكلام المكتوب هتلاقوا بيقول تتفق لجنه الحكام مع قرار الحكم باحتساب خطا المهاجم الذي استغ... استخدم ذراعه ضد حارس المرمى والذي منعه من لعب الكره لا هنا بقى في نقطه مهمه جدا الفيديو ما كانش بيقول كده الحكم شاهين ده اللي بنشيد بادائها ما كانتش بتقول كده كانت بتقول انا عايزه التواصل ما بين المهاجم والمدافع عشان في وثب على الخصم فلو كلاتنبرج هيطلع يبرر يبرر اخطاء التحكيم زي الكابتن عصام عبد الفتاح فهنلاقي نسخة من كلاتنبيرج اجنبية للكابتن عصام عبد الفتاح ودي الخطورة اللي بنتكلم فيها لان النقطة دي لازم اللي بيترجم لكلاتنبيرج الكلام اللي بيضو... بيضار داخل غرفه تقنيه الفيديو يكون امين وحريص جدا يوصل لكلاتنبرج النقطه دي دي نقطه مهمه جدا بنتحفظ عليها وبنتحفظ ايضا على ركله الجزاء الاهلي امام سيراميكا كليوباترا عشان تعرفوا ان احنا هنا بنتكلم بالعداله فقط لا غير كلاتنبرج قال بنتفق مع خبير من مع حكم المباراه بطرد مدافع سيراميكا والكابتن نصر عباس هنا قال لا تستحق الانذار واحنا هنا مع راي الكابتن نصر عباس انها تستحق الانذار فمش عايزين نسخه عصام عبد الفتاح بشكل اجنبي بيدافع عن حكامه في الصح والغلط وهنا بنبدا دايما نبلغ والله اعلم ما نقول شهداء نشوفكم بعد الفاصل عمالين في الاربيس فاصل فاصل فنطلع فاصل ورجعنا لكم والاهلي خط احمر ونتمنى تكونوا مستمتعين معانا زي دايما ما احنا بنستمتع برفقاتكم. طيب بنسمع كتير في الوقت الاخير الكلام عن المعلقين والكلام عن التعليق وبدانا نسمع حاجه ملهاش اي علاقه بالواقع وملهاش اي علاقه بمسار الدوري اللي احنا عمالين كل حلقه نتكلم معاكم فيه في قد ايه النادي الاهلي انتزعت حقوقه التحكيميه في الدوري ده وقد ايه يعني انا بشوف ان لو في قليل من الخجل يعني مش هقول مش هقول كتير لان الكتير مش هيبقى موجود لو في قليل من الخجل عند البعض مش هيتكلم الموسم ده في التحكيم خالص ولا اي حاجه تخص التحكيم وهيحاول يخلي الناس تنسى والدوري عدى وخلاص قصه وخلصت ولكن من الناس اللي ما كانش عندها الخجل ده احمد ودار خرج اتكلم في رواية أعتقد هي غير مفهومة بالنسبة لي بالمرة لما نطلع نسمعها ونرجع نعقب القصة كلها قصة تجارة تجارة طبعا قصة تجارة، إيه اللي انا يعني مثلا ايه انا دلوقتي في قناة تمام؟ القناة دي فيها واحد ماسك يعني خلاص خد ماتشات الاهلي خلاص هو ركب الحتة دي فأنا رايح على الحتة بتاعة الزمالك واعمل زمالكاوي واقسم لكم بالله إن ده بيحصل صح. يعني ده وحصل يعني مم. عارفه اللي ده أنا بقى كنت قاعد مع بعض المعلقين مم. منهم مم. وبيقول بس أنا بستنى ماتشات النادي الأهلي عشان خاطر أول ما أي حاج أي لاعب يقع في ال18 ابتدي ان انا اتكلم ان هي ضربه جزاء فانت كده فانا بقوله انت كده انت كده بتسخن الراي العام بتسخن الجمهور هو بيسخن الراي العام عشان خاطر المعلق اللي قاعد بيتفرج اولا ملوش علاقه بقراءه الحكم هيقول ضرب الجزاء انا عندي معلق السنه دي كان في لعبه شهيره جدا لكابتن محمد عبد الشافي وكان بيصدر الاحكام قبل ما الحكم يقول اي حاجه على مبررات ان هذا اللاعب خلوق موجوده السنه دي. انا نفسي اشوف فين المرات اللي كان فيها انحياز تحكيمي في التعليق، ولو قصه الراي العام انت عندك كابتن رضا عبد العال طلع قبل كده وقال كان بيتقال لي في منطقه الجزاء عشان تاخد ضرب الجزاء. يعني ده كان كلام عشان نجم، لو بنتكلم عن الراي العام والموضوع ملوش علاقه بالتاثير في قرار الحكم، واعتقد لو هنتكلم على ركلات الجزاء السنه دي اللي النادي الاهلي اصلا حرم منها ومحدش انصفنا فيها، فالنادي الاهلي ليه كتير وكتير جدا و قليل من الخجل افتكروا دي دايما قليل من الخجل بص هو بيتكلم عن المعلقين وكلام المعلقين او الكلام عن ان معلق ممكن يؤثر على الراي العام هو كلام مرسل ليه كلام مرسل لان عندنا وقائع تاريخيه انا مش هقولك بس التحكي التعليق في الوقت الحالي اللي يعني جماهير النادي الاهلي بتأن منه لا انا هقول لك اصلا على مدار التاريخ كان التعليق في مشكله في مشكله حقيقيه لدرجه ان كابتن فاروق جعفر وهو بيحكي واقعه عن مباراة جيت في الدور نصف النهائي في بطولة في 84 وبيتكلم عن ركلات الجزاء وانها محتاجين نفتح الماتش فهعمل ايه؟ فرحت رميت نفسي على مدافع فريق جيت الجزائري وخدت ركله الجزاء ما فيهاش اي حاجه ولا جاي يمي ده الكابتن فاروق جعفر اللي بيحكي ورجعت البيت لقيت الكابتن محمد لطيف كان انضربت بالنار وركله الجزاء وشايفين بيحصل ايه ومبالغه كبيره جدا من الكابتن محمد لطيف بس القصه ما كانتش في مباراه فقط لغير غير وما كانتش في ركله الجزاء فقط لا غير ولا كانت حتى في خمس سنين ركلات جزاء لكابتن فاروق جعفر باعترافه ما فيش فيها اي ركله جزاء لا القصه كانت منهج عند الكابتن محمد لطيف اللي من وجهه نظر الشخصيه احد ابرز الاسماء اللي قدرت تصنع شعبيه لنادي الزمالك في الستينيات وما قبل لما كان التعامل من خلال الراديو الوصف كان جميل جدا من خلال الراديو بانتماء لنادي الزمالك عشان كده كنت تشوف اسم كبير جدا ونجم كبير جدا زي كابتن حماده امام ونجوم اخرين مختفيين تماما لانهم بيلعبوا في الترسانه زي الكابتن حسن الشاذلي والكابتن حسن رياض لان المشكله كانت في الوصف اللي بيتنقل للمستمع كان مختلف تماما زي ما هتشوفوا الفيديو ده وهتلاقوا كلام الكابتن محمد لطيف مختلف تماما عن اعتراف فاروق جعفر نفسه نشوف الفيديو قناه الموهبه في الوقوع حضرتك وانت بتوصف المباراة وبتشوفه وقع بتقول ايه؟ آه انا مش مع الناس اللي بتقول ان البرنتات اللي حسبها كابتن فاروق جعفر لمنتخب مصر كلها والنادي الزمالك والاي فرقه لعب فيه كلها تمثيل كد 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 ده اللي بيقوله المعلق الرياضي الشهير الكابتن محمد لطيف احد ايقونات التعليق الرياضي في مصر طبعا لاعب نادي الزمالك وتاريخ كبير مع نادي الزمالك الكابتن محمد لطيف بيقول ان اللي بيقول ان فاروق جعفر بياخد ركلات الجزاء بالتمثيل كذب كذب فاروق جعفر نفسه كابتن محمد لطيف اعترف ان ركلات الجزاء دي ركلات جزاء وهميه لمده خمس سنين عايز اقول حاجه أنا عايز اقول لك كل سنه وانت طيب قبل ما تختم ضروري <applause> كل سنه وانت طيب يا اسامه ودايما كده ان شاء الله في صحه وتالق وتبقى سنه كويسه علينا ان شاء الله باذن الله وعلى النبي امين يا رب العالمين بشكرك يا فارس طبعا وعايز بس اكد على نقطه والله على ما اقوله شهيد بس عشان تبقى القصه اتقال فاصل 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 فكنا مستعجلين ننهي لكن دي قصه المعلقين بنتكلم في كل حاجه مش بارائنا باراء حتى المنافسين يعني اعتقد الكابتن احمد دودار لو شاف الكلام ده هيلاقي ان هو فعلا ما عندوش اي حاجه غير انه يقول الكلام المرسل فقط لا غير، لكن عندنا وفي الاهلي خط احمر ما ينفعش ابدا يتقال كلام مرسل، بيتقال كلام منطقي موضوعي فيه من الصدق الكثير والكثير وده اللي احنا بنسعى ليه، فلو احنا اصبنا فده توفيق من ربنا ولو اخطانا فعندنا يعني ما يسمح ان انتم تعتذروا عن هذه او تع... يعني تعذرونا في هذه الاخطاء عايز تقول حاجه تاني لا اختم نشوفكم <applause> على خير والاهلي دائما منفصلا الاهلي فوق الجميع